معرض مهدم مدناها على الاوكازيون اللي جاونا اصدقائنا من ليبيا ومن تونس، يعني كي سمعنا باليوم جايين واخترنا لو سيت تاع سيدي فرد باسكو منطقه سياحيه وحبينا نقدموا المناطق السياحيه لاصدقائنا اللي جاونا من ليبيا ومن تونس. هذا في محض صدفه، يعني احنا زي ما قلت لك جايين في معايده هنا في الجزائر، وخونا منير جهز لنا الخرجه هذه اللي هي القت اعجاب الناس هنا ورحبوا بنا ومشكورين، يعني مش غريب عليهم. احنا طبعا جينا من 6 سنين فاتت ويعني وشاركنا هنا في احد اعياد الاحتفال نتاع الثوره الجزائريه، جينا نادي للجزائر هنا وشاركنا، يعني مش غريب على الشعب الجزائري الضيافه والكرم اللي لقيناه منهم ولقيناه حتى اليوم. يعني السيارة الكلاسيكية هذا غرام غرام ما يعرف حد كل حد من عشرة، وطريقة تجميع السيارات تحب لها فترة كبيرة ووقت برشا. مشكلة نلقاه في البياس ديريشونج تاع الكراب فيه مشكلة كبيرة، تحب لك فترة كبيرة باش تحضر وباش تخدم سيارة، ساعات توصل 3-4 سنوات باش تحضرها كراب، مش حاجة سهلة معناها. هي الحق كل ما تكون عندنا خرجه بالسيارات الكلاسيكيه هذه كان تفاعل كبير 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 من الناس، باسكو الناس متعطشه لهذه الامور وخاصه السيارات الكلاسيكيه. يعني لو كان تشوف تلقى كل واحد عنده ان سوفونير في هذه السيارات هذوما، يعني نهضروا على سيرتان جينيراسيون. رانا نسقوا بيناتنا باش نحاولوا نديروا ثاني ملتقى مغاربي، ما يخفلكمش درنا اول ملتقى مغاربي درناه في 2018 وكان عنده اقبال كبير، وصلنا وجمعنا 150 سياره. هذه الخطه ان شاء الله نحاولوا نديروا الطبعه الثانيه في ميدان السيارات الكلاسيكيه، وراح يكون عندنا يعني كما نقولوا مشاركه من طرف دول خارج القطر الجزائري. بالنسبة للمشاريع عندنا برنامج نحضروا فيه إن شاء الله يكون في الجزائر بدعوة من نادي الدرايرة للسيارات الكلاسيكية، دعوة ممكن باش تقام في شهر 11 أو 12 من السنة هذه، باش نجوا جروب من تونس وجروب من ليبيا وجروب من الجزائر كدول المغرب العربي باش نحضروا، وان شاء الله منتظرونا قريب ان شاء الله.